العناية سالي لازم تكون على حسب نوع البشرة، لأنه كل بشرة عم تحتاج لعناية خاصة وغذاء خاص. لنحكي أكثر عن طرق العناية والعلاج بالبشرة، بصرنا نرحب بأرزو سمائية أخصائية عناية بالبشرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. الله يسلمك يا رب، يسعد صباحكم كلكم. صباح الخير ياك يا رب. أهلا وسهلا فيكي. بداية خلينا نحكي عن البشرة وأنواع البشرات، نعرف عنها بأنواعها. هلا في نحن طبعا عندنا 5 أنواع من البشرات، عندنا البشرة الدهنية، البشرة المختلطة والعادية والجافة والطبيعية. فأول شيء بالبشرة الدهنية، لما السيدة بدها تعرف شو نوع بشرتها، كل ست طبعا لها بشرة وبتختلف بشرة السيدة عن سيدة أخرى. فلما بدها تعرف هي بشرتها شو هي، اول شيء بتطلع على وشها على المرايه، فبتشوف البشره الدهنيه بتتميز انه هي فيها دهن، فيها زيوت، فيها لمعه، بتلاقيها فيها مسام مفتوح واسع، بسور سوداء هي الزيوان، فهي بتكون بشره دهنيه على الاغلب وبتتعرض كثير لحب الشباب. وهي بس بتكون من افضل البشرات طبعا. الست ما بتعرف هذا الموضوع. ايوه، لانه ما بتشيخ وما بتتعرض للتجاعيد والتشققات. في عندنا البشرة العادية، هي بشرة كثير حلوة، تكون مالسة وطبيعية ونضرة، بس للأسف بعض السيدات بتهملها، ما بتعتني فيها، بتقول إنه أنا بشرتي طبيعية وعادية خلص ما بدها عناية، وإنما هي بالذات اللي بدها عناية كثير. عندنا البشرة المختلطة، هي بين الدهنية والجافة، فبتكون عن طريق طبقة التيزون، التيل هي عن طريق الجبهة. نعم. والأنف والدقن، هاي على طول بتكون دهنية، أما دائر العين جافة والخدود جافة على طول. في عنا البشرة الجافة، طبعا على طول تلاقيها مقشفة جفافية بهتان باللون، هاي بدها تكون صاحبتها كتير شديدة العناية فيها. هاي ما بتعاني من الحبوب؟ لا، ما بتعاني من الحبوب أبدا، بس التشققات. أه. فيها تشققات نشفان وتجاعيد، وهي بتشيخ بسرعة، فبتكون صاحبتها بدها تكون كتير منتبهة لهذا الموضوع وتكتر من شرب السوائل المائية مشان تعود الجفاف الموجود ببشرتها. طب أرزو، جايبتي لنا منتجات دعمك هي طبيعية؟ ايه طبعا طبيعية. كل وحدة شو ممكن سيدة طبعا تستفيد منها؟ هلا طبعا كل بشرة بدها لوسيون معين. بالنسبة للبشرة الدهنية لازم يكون اللوسيون تبعها سائل ويكون قابض للمسام، يعني في شيء حمضي. فلذلك على طول السيدة لما بدها تستعمل لوسيون تغسل وشها الصبح، إن كان الصابون للبشرة الدهنية حصراً يكون سائل، ما بصير يكون لح صابون، لأنه البكتيريا بتتجمع عليه، كل ما غسلت ونظفت بترجع البكتيريا على الصابون، فلازم يكون سائل، هذا حصراً للبشرة الدهنية. واللوسيون يكون قابض للمسام، يعني في مواد حمضية مثل الليمون مثلا، مثل لبان الذكر. لبان الذكر هذا كتير ممتاز، السيدة بإمكانها تجيبه تساوي هي عندها بالبيت وتخلطه مع شوية ليمون وتحطه على بشرتها، فبيسكر لها المسام وبيعمل لها شد للبشرة. بالنسبة للبشرة الدهنية، عفوا الجافة، بإمكانها كمان تعمل لوسيون لها من الزيوت، زيت اللوز الحلو، بتخلطه مع شوية حليب وبتحطه على بشرتها، بيعطيها ترطيب وبيعطيها نضارة، بيرجع لها الحيوية للبشرة. بالنسبة للبشرة المختلطة بدها تكون كتير دقيقة السيدة، لأنه عندها نوعين من اللوسيون للطبقة الدهنية، اللي عندها هي التيزون وعندها لدواير العين وعندها عند الخدود. لازم تستعمل شيء للبشرة الجافة، زيوت، لأنه البشرة الدهنية ما فيها تستعمل فيه شيء زيت أبدا أبدا، الكريمات بدها تكون فري أويل، يعني ما فيها زيت نهائيا. خلينا نحكي أرزو شوي عن البشرة المختلطة. قديش البشرة المختلطة بيعانوا الصبايا من أنه الاعتناء فيها، لأنه هي بتجمع بين البشرة الدهنية والبشرة الجافة؟ على طول بدها تكون الصبية اللي عندها بشرة مختلطة تنتبه باستعمال الزيوت، على طول يكون الزيت أو الكريم اللي بتستعمله داير العين هو كريم من النوع اللي فيه زيوت مرطبة لدائر العين، لأنه عندها هون في جفاف حيكون، إن كان دائر العين ففي خطوط هي بدها ترطبها مشان تفتح. نعم. وعندها عند الخدود كمان نفس الشيء. نعم. أما بالنسبة لطبقة الجبين والأنف والدقن، هي كمان دهنية، فبدها تكون حاطط لها قابض مسام. نعم. مثل الليمون مثلا، مثل اللبن، ماسكات اللبن مع الليمون، ماسكات اللبن مع العسل، هذا بينشفها وبيقبض المسام، بروح للمادة الدهنية عنها. تمام. خلينا حتى بأكلها بدها تنتبه كمان على هذا الموضوع. خلينا نحكي عن علاقة الغذاء بالبشرة كمان.
طبعا اساسي على طريقه الغذاء، لانه كل شيء انت عم تاكليه عم تفرزه بشرتك. يعني المعده هي الوش عباره عن مرايه للي داخل المعده. فبنلاحظ سيدات بتجي لعندك بتقول لك انا عندي حبه عندي بس. رح نروح نكمل، لكن بس ننتقل لزميلنا انس رمضان. اليوم الغرفه الفتيه عم تطلق بحلب مسير سلام من شوارع حلب القديمه للجامع الاموي. تفاصيل اكثر معك انس، يسعد صباحك. صباح الخير أنس، عم تسمعنا؟ أنس يعني أكيد سالي اليوم في مسير سلام من شوارع حلب القديمة للجامع الأموي مرورا بخان الوزير وغيره من الأماكن اللي نفضت. صباح الخير لكم، صباح الخير لكل مين عم شوف الإخبارية هلأ، تحديدا من مدينة حلب اللي عم تشهد هاي الاحتفالات، وتحديدا المؤتمر التاسع للغرفة الفتية الدولية اللي انعقد وتم الافتتاح يوم أمس على المدرج الشهير، المدرج الأثري، مدرج قلعة حلب. الاحتفال تضمن عدة عروضات، منها مولوية، منها طربية فنية، وكانت بمثابة افتتاح هذا المؤتمر التاسع. حتى نعرف أكثر عن الغرفة الفتية وعن هذا المؤتمر اللي عم ينعقد بمدينة حلب بمشاركة من ممثلي الغرف بالمحافظات السورية وأيضا من بعض الدول العربية والأجنبية، رح انتقل فورا لنائر الرحاوي الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية. خلينا نعرف أكثر عن حفل مبارح عن هذا المؤتمر تحديدا. أول شيء صباح الخير، تستضيف حلب في هذه الأيام المؤتمر الوطني للغرفة الفتية الدولية لسنة 2017. استضافة المؤتمر كان تحدي كبير لنا بغرفة حلب. بالسنة الماضية كانت حلب ترزح تحت قذائف وتحت دمار وتحت حرب. نحن قلنا أن الشباب الحلبي قادر يرجع يوقف على الرجلين. تصويت السنة الماضية كان لحق حلب باستضافة هذا المؤتمر، كان في إجماع من كل المحافظات السورية أنه حلب قدرانة تستضيف المؤتمر. اليوم مبارح كان الافتتاح وبداية فعاليات المؤتمر. بلشنا افتتاحنا بقلعة حلب بحضور جماهيري ورسمي، كان في أكثر من 5000 شخص. تماما، كان في أكثر من 5000 شخص. كان في أعضاء للغرفة المحلية من كل المحافظات، أجوا غرفة دمشق، غرفة اللاذقية، غرفة طرطوس، غرفة السويدة، غرفة حما وغرفة حمص، كانوا معنا موجودين. أطلقنا الفعاليات الافتتاح تحت كلمة حلب قيامة المجد. نحن بحلب بنآمن أنه المجد والتاريخ والحضارة والعراقة اللي كانت فيها حلب مستحيل تموت، رح نرجع في نوقف على هي رجعة. والافتتاح بقلعة حلب أكيد أجا بفضل تضحيات وانتصارات الجيش العربي. أكيد السوري. أكيد وأكيد، ونحن هون منحيي كل أفراد الجيش العربي السوري، منحيي شهدائنا اللي لولاهم ما كنا وصلنا لهذا المحل. في يوم من الأيام كنا نحن اللي عايشين بحلب عم نسأل عجب رح نرجع ندخل على القلعة، عجب أولادنا في يوم من الأيام رح يرجعوا نمسك إيديهم ونقول لهم هي قلعتكم. مبارح رجعنا دخلنا قلعة حلب، شباب الحلبي دخلوا قلعتهم، كل السوريين والشباب السوري دخلوا على قلعة حلب، حسينا ببهاء أو فخامتها، وحسيناها هي عم تستقبلنا وبتقلنا أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. رح ننتقل لشيء ثاني، كثير ناس وكثير شباب بداخل سوريا بيسمعوا الغرفة الفتية الدولية جي سي اي، خلينا نحكي شوي عن مشاريع الجي سي اي على صعيد حلب على اقل تقدير. تمام، خليني اقول لك اول شيء، الجي سي اي الغرفة الفتية الدولية هي منظمة تطوعية موجودة من اكثر من 100 سنة، تضم شباب فاعلين. الفكرة الأساسية هي خلق مهارات قيادية لدى الشباب. اليوم بالظروف اللي مرينا فيها الشباب في كثير أفكار مشتتة، في كثير أفكار كانت عم تاخذهم لمحلات. الجي سي اي عم تحاول انه توجه فكر هذا الشباب لشيء اسمه عمل، لشيء اسمه بزنس، لشيء اسمه إدارة، لشيء اسمه قيادة، لشيء اسمه قيادة مجتمعية لازم يكونوا فيها. بحلب سكرت الجي سي اي او اوقفت اعمالها من سنة 2012، رجعنا لكن الشباب استمروا وشفناهم بمؤتمرات دولية. تمام، شبابنا كانوا عم بحضروا مؤتمرات دولية، عم برفعوا اسم بلدهم، عم برفعوا علم سوريا، ارتفع بكندا، ارتفع باليابان، ارتفع بالهند، واخر شيء هلا من كم شهر كنا في تونس عم نرفع العلم السوري ونقول نحن موجودين. نحن الشباب السوري قدران
يمثل بلده، وهلا عم نستضيف المؤتمر الوطني. مشاريع الجي سي اي بحلب كثيره، ببدايه العام بالشهر الثالث كان في مشروعنا الكبير امن بحلب، واللي كان دعوه لكل السوريين وكل الحلبيه اللي تركوا مدينتهم مجبرين بعد ما تحررت حلب، بعد ما رجعت حلب لأهاليها، انه يرجعوا ويكون لهم ايد في اعاده اعمار هاي المدينه. تمام استاذ نائل، هلا بعد شوي في مسير للسلام، شو الرساله اللي حابين توصلوها من خلال هذا المسير؟ نحن بالغرفه الفتيه الدوليه عالميا في حمله كبيره على مستوى العالم تتحملت 122 دوله اسمها السلام ممكن، peace is possible. فاليوم نحن بحلب عم نعمل مسير للسلام، رح يكون بالمدينة القديمة بالجامع الأموي خان الوزير ولقلعة حلب، لنوصل رسالتنا لكل العالم، لكل الجي سي اي الانترناشنال بال 122 دولة، انه نحن منعلم العالم ايش يعني السلام، نحن منطلق السلام ونحن قد هي الكلمة. الرئيس المحلي نائل الرحاوي، شكرا لانضمامك معنا. كمان رح اخذ شباب، يعني شو هي الإضافة إنه هذا المؤتمر انعقد اليوم بمدينة حلب؟ شو الخصوصية بالنسبة لكم؟ اليوم نحن بمدينة حلب لأنه هي نعرق المدن اليوم موجودة بسوريا. الضغوط والشيء اللي صار مدينة حلب كان مر عليها ظروف أقسى من أي محافظة تانية، أقسى من أي مدينة تانية. الشباب الحلبي اليوم أثبت لكل العالم إنه هو شباب مستعد للمستقبل وعم يشتغل لبكرة. اليوم قوة وشجاعة أهل مدينة حلب كتير مهمة. اليوم إذا نمشي بشوارع حلب القديمة منشوف قوة عودتهم للعمل مرة تانية، وكيف إنهم عم يرجعوا يبنوا من جديد خلال فترة كتير ضئيلة. كمان عم نحكي عن المؤتمر وعم نحكي بعد شوي على مسير السلام، شو حابين تقولوا من خلال هذا المسير؟ صباح الخير. مسير السلام، نحن بنحب نوجه رسالة سلام من حلب، من قلب سوريا، من رئتين اللي هي بتنفس فيها سوريا. بنوجه رسالة سلام للشباب الحلبي إنه بالفعل حلب قادرة، رح نرجع نبنيها ورح نرجع نعمرها بإيدينا إن شاء الله. دانيا تكوني معنا، أنت آخر حدا، كيفك؟ صباح الخير. تمام، صباح النور، كيفك؟ أنت منسقة الإعلامية للجي سي آي بحلب، قد إيه اليوم مهم انعقاد هذا المؤتمر التاسع بحلب؟ أول شيء بترجع أهميته خاصة بعد كل الظروف اللي مرقت فيها حلب، فنحن كان كتير حبينا إنه يبدأ من هون لنأكد العالم إنه نحن رغم كل اللي صار بشبابنا وشعبنا نحن قادرين إنه نحن نرجع نكمل، نرجع نوقف على رجلينا وبكل مثل ما كنا وأكثر وأحسن إن شاء الله. شكرا لك. يعني مثل ما شفنا هذا هو الشباب السوري، رح اذا في حدا اوكي. مرحبا، صباح الخير، كيفك؟ يا هلا، يا هلا وسهلا. هي حلب، شو بتعني لكم يوم حلب؟ حلب بتعني لنا بالاخير، يعني حلب لي شخصيا بتعني لي كثير. انا دارس بحلب 10 سنين ما كنت عم بجي على حلب، هلا اول مره بجي على حلب، يعني كثير بالنسبه لي كان شعور رائع. طبعا اكيد اكيد، وخاصه امبارح قلعه وهيك، يعني كان رجعتنا حلب اللي بنعرفها. شكرا لك، واهلا وسهلا فيكم كل السوريين من كل المحافظات السوريه اللي اجتمعوا امبارح واليوم واكيد بكره خلال هذا المؤتمر بمدينه حلب. الخصوصيه انه مدينه حلب رح تعيش بعد ايام قليله الذكرى الاولى لتحريرها من الارهابيين بفضل انتصارات الجيش العربي السوري. بالتاكيد حلب هي مكان للسلام، مكان للامان، بفضل الامان اللي صار بهي المدينه وتحديدا مدينتها القديمه، اللي رح نشوف من خلال التقارير القادمه كيف انعقد المؤتمر التاسع للجي سي اي بمدينه حلب، وكان العنوان الابرز حلب قيامه المجد. رح ارجع لكم لاستديوهاتنا بصباح نبض. نعم اناسا، بالختام بدي اشكرك. يعني هلا رح يبلش مسير السلام من شوارع حلب القديمه اناس، طبعا هذا المسير لهي المدينه او المحافظه العظيمه اللي كانت درس وتجربه غنيه بصمود السوريين. اكيد بنذكر انه كمان الغرفه الفتيه يمكن سالي عقدت مؤتمرة بمدرج قلعة حلب بقيامة المجد، عنوان قيامة المجد لمحافظة حلب اللي هي مثل ما قلنا نموذج عن الصمود أكيد. وملحمة من ملاحم أبطال الجيش العربي السوري. أكيد زينب، بدنا نوجه تحية لكل أهلنا بحلب، وإن شاء الله يا رب مسير النصر لكل سوريا. شكرا. رح نكفي معك أرزو، نحن حديثنا حول البشرة بعد ما كنا بحلب. الحمد لله، الله ييسر لهم يا رب. إلهي ألف مبروك لإلهم. تسلمي يا رب. خلينا نحكي كمان عن علاج البشرات في حال مثلا أصيبت نوع من أنواع البشرة بشيء معين كحبق الشباب، أو أحيانا تعاني البشرة من طفح جلدي، حساسية، بلولو شري أحيانا، كيف يتم علاجه باختلاف أنواع البشرة؟ تمام. هلأ بنبدأ أول شيء بالبشرة الدهنية، هي اللي بتعاني كتير من حب الشباب. هاي أول شيء تبع نظام حمي قاسي، بده يدرب المعدة على أكلات معينة، كل شيء أكلات زيوت، مقالي مثل ما بنحكي عليها.
الغذاء له علاقة بالبشرة؟ إيه طبعا أكيد. هلأ مثلا مثل البشرة الدهنية لما بده يكتر أكل، خصوصا إذا شاب طالع له حب شباب وعم يعمل أكنة حافر ومقيع، هذا أول شغلة بده يمتنع عنها، الزيوت، المقالي، البيتنجان، البطاطا، الزهرة، الشاورما. بتعرفي انت الشباب روح على الشاورما يعني بس ما بيقاوموها، بس بده كثير يمتنع هدول الشغلات لفتره معينه، بده ياخذ معقمات للبشره، بده يعمل تنظيف بشره على طول، وبده يضطر يعمل ليزر. الليزر كثير بيساعده انه يسكر له الحب اللي كان موجود ويحرق له اياه ويروح له الماده الملتهبه بالحبه الموجوده بوشه. هذا بالنسبه للبشره الدهنيه. البشره الجافه لما اكيد على طول بتتعرض هي لشري، هي نقص مي، بيقولوا لها حزازة تماماً. فبتكون هي نقص المي، نقص فيتامينات، نقص بروتين. فلذلك على طول أنا بنصح أي سيدة تعمل تحاليل على طول، أو أهم شيء فيتامين دال، معاينة فيتامين دال بالبشرة، لأنه أغلب الستات عنا في عندهم نقص بهذا الموضوع، حتى ما يطلع لهم بقى تصبغات. هلأ بتلاقي ست عندها تصبغات بقى بتستغرب إنه من شو، بيكون نقص بفيتامين دال، بمجرد ما تعود فيتامين دال بتلاقي عم تراجع البقع الموجودة بوشها. بالنسبة للبشرة المختلطة كمان هي كتير تكون منتبه كمان لغذائها، تكتر من مادة العصير لأنه بينشف المادة الدهنية الموجودة بوشها، بدها تكتر من المي. السوائل كتير بتساعد أنه تروح المواد الدهنية وتنظف الجسم من السموم الموجودة داخلها. فلذلك بنصح أي سيدة أول ما تفيق الصبح تشرب كاسين مي فاترة، بتنظف كل شيء بجسمها. هلا في ناس اللي لا ما بقدر، لا بدها تحاول لانه كثير مفيد الماء تشربيه على الريق. طبعا حسب العاده، اول يوم مثلا تشرب نص كاسه، ثاني يوم كاسه، يعني تعود جسمها على هذا الموضوع. حبه تخلطه مع معلقه عسل كمان منيح، معلقه كركم كثير مفيد الكركم، زيت البزر الكتان ممتاز. يعني في شغلات كثير عندنا بالطبيعه بتساعد وبتعالج نفسها بنفسها. نعم. فإذا انتبهت السيدة على هذا الموضوع كتير تستفيد. أكيد نحن بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها، وإن شاء الله هيك منفصل بالحلقات الجاي أكثر عن الأغذية والعلاجات والماسكات الطبيعية لكل بشرة. شكرا لوجودك معنا. الله يسلمك. طبعا أكيد، وأكيد حيكون لنا حلقات تانية نستضيفك فيها نحكي أكثر بالتفصيل عن البشرة. شكرا لكم. شكرا كثير لكم يا أهلا. أكيد سالي.